عجبي عجبي عليك يا زمن بترسي ناس على البر وناس تتوه في البحر قاسوا العذاب وامر وناس غرام رزقهم من خرم ريمون وناس غلابة عايشين كده في المحن ولا شافوا لحظة صر وناس كده ألوان وناس كده ألوان شبعان يزق جعان وناس تواصل ضحكها وناس بتمسح دمعها وناس بتشرب عسل وناس بتشرب من منا لا يهزه الموال مثلما يهز النسيم فرع شجرة. هو الموال الذي جاء بعد عمالقة ليغني للحارة المصرية. أحمد عدوية. يا دنيا وتنزل القصيد كده. احمد عدوية بعد طول احتجاب يتذكر معي ومعكم ايام المجد وليالي الانكسار وحملت الزهور الي. قال لي حبيبك طبيبك قلت وفي رحت الطبيب الغرى رحت الطبيب الغرى أشوف دواء للقلب قال لي حبيبك طبيبك قلت يا صح انت تسألني تقول لي ايه اللي فكرك بيا؟ هقول لك ببساطة شديدة انت اللي قال عنك نجيب محفوظ انك مغني الحارة ده نمرة واحد. نمرة اتنين كانت ليا صداقة تعرفها انت بعبد الحليم حافظ. أيوة. وتتذكر انه في ليلة من الليالي غنالك غنوة لما سألته قلت له يا ليمو كما كنا نناديه انت غنيت ليه لأحمد عدوية؟ الحس حلو. كنت اول مرة اخد بالي من حد يقول حسه. طول عمري اقول ايه ده صوته حلو ده صوته حلو، لكن يبدو ان كلمة حسه دي ليها معنى احلى. يا سلام. عايز اسألك بمناسبة الورد، هل ايه رأيك في الورد البلدي؟ رأي فيه كل حاجة حلوة فيها بلدي حلو. الست البلدي يا سلام مفيش مثالها. الحي البلدي اجمل واجمل. الملاية اللف البلدي يا خراب يا خراب اسمه فيه عملها اللف البلدي. ما خلاص، ما كلمة يا خرابي دي مش محتاجة رأي. عمرك غنيت للورد؟ ايه بقى؟ أستاذ الشاعر العظيم ارحمه مأمون الشناوي. مأمون الشناوي طبعا سعادتك طبعا عارفه طبعا. عمل لي الموال على الورد. بقول ايه؟ يا ورد جيت اقطفك شوكك جرح ايدي. يا ورد جيت اقطفك شوكك جرح ايدي جيت اضمك هترجلنا وحيدي. انا طلب من الورد بستان ورد لاجل الورد اطرح ورد. انا خبطت على الباب يا استاذ مفيد يا فوزي هقول يا ورد
ده اوله. خبطت على الباب انا هند اقول يا ورد يا ورد جيت اطلبك شوف جرح ايدي وجيت اضمك اترجي انه وحيدي. الله ده مأمون الشناوي. والله العظيم ده. جميل. وعمل لي كمان غنوة اسمها سيب ونسيب. امان ساعات قبل كده انت قلت له يعني ايه سيب ونسيب؟ صح. قالك السلام. صحيح. قالك السلام. ذاكرتك حلوه والله يا سلام احمد. مش ذاكرتك سعادتك برضو. ده انت ابو ذكريات. الله يخليك. قول لي اسمك في شهاده الميلاد ايه يا احمد بالكامل؟ احمد مرسي علي عون. احمد مرسي علي عون. علي عون العدوي. عدوي. طب اسم الشهره بقى احمد عدويه. ترتيبك في عيلتك الكام؟ الكام؟ كتير قوي. يعني انت مثلا كنت الرابع الخامس العاشر؟ لا انا العاشر. العاشر. وانت صبي صغير كنت تسمع ايه؟ كنت بسمع عبد الوهاب. عبد الوهاب وفريد وعبد الحليم. مين كنت بتقلده؟ كنت بقلد حليم. عبد الحليم. ليه؟ حبيته من كلامه صادق. كلامه صادق. مين اول ودن سمعتك؟ الاستاذ مأمون الشناوي الله يرحمه. الله. يعني مأمون الشناوي اول واحد سمعك سمع صوتك. ومحرم فؤاد. كانت ايه المناسبه؟ كانت المناسبه كان عيد ميلاد في بيت الفنانه الله يديها الصحه في شريفه فاضل. شريفه فاضل. مرت بالمنت. ايوه. والله في الدور الاخير. ايوه. تمام. جوزها الله يرحمه كان ليه علي زكي. علي زكي. تمام. وانت غنيت يعني ده كان اول ودان بتسمعك؟ عبد الحليم بقى كان عندها. سمعني عبد الحليم حافظ. الله يرحمه ويسامحه. سمعني قال لي يا احمد انت صوتك حلو وامشي في الغناء طالما انت صادق. انت كان عندك احلام في الفن؟ نعم. كانت عندك الاحلام دي. يعني انت كنت مليان من جوه. بالظبط. فن. طب لو ما كانش الفن انت كنت بتشتغل ايه او بتعمل ايه في الحياه؟ والله ولا حاجه. احب الغنى. كنت بهرب المدرسه عشان اروح عشان محمد علي. انت دخلت مدارس قعدت لغايه امتى يا احمد؟ لغايه اعداديه. كنت عايش فين؟ كنت عايش فين يا سيدي الكل؟ منطقة اسمها ترى. منطقة؟ اسمها ترى. ترى. اللي فيها السجن. ايوه. طيب انت يعني ازاي كنت بتناموا وانتوا 14 اخ؟ فهمني. فهمني المعلومة دي ازاي؟ ما مش كلهم بقى كانوا موجودين. توت امريكا يعني في حوالي. ايوه يعني سراير عليها مترصصة. لا. اولا كل واحده كانت في بيتها. كل زوجه. هو كان متجوز كم؟ ابويا. هي هما اتنين. اتنين. انت من الاولى. يعني انتوا سبعه وسبعه ولا سته و... لا. كلنا من ام واحده. يعني هو انجب من ام واحده. بسم الله ما شاء الله. ال 14. الله صل على. حد من اخواتك كان قريب منك انت بتكلمه؟ بتقعد معاه بتاع بنت ولا ولد؟ لا بنتين. بنتين كانوا قريبين لقلبك يعني؟ اول. والدتك كانت يعني نصايح عليك كانت ايه؟ كان نصايح عليا العلم المدرسه ما اعرفش منها. كنت انا سبيح اقرب المدرسه وارمي الكتب على البحر وعدي البحر بتاعنا ده. يعني تاخد كتبك وتروح البحر تحط الكتب على الشط. وتنزل تعوم. بالظبط. طبعا لا في مايوه ولا بتاع. لا مفيش مايوهات. مفيش ساعتها كان في مايوهات. وتعدي الترعه. ما تشغلش غريب يعني البسة. بس وانزل اهو وتعدي. واعدي. وتبسل البطيخ والقوطه من الغيط. ايوه لكن كانت ايه يعني ايه الهوايه دي؟ يعني انت كنت سباح اتعلمت امتى العوم؟ اتعلمت العوم من الشقاوه بتاعتي. كنت انزل البحر. من عادي هنا
وعد البر التاني. والكتب يا احمد بتروح فين؟ نعم لما ترجع زي ما هي. وارجع على ايه؟ وانت كان عندك لذة انك تسيب المدرسة وتروح تعوم؟ كان جوايدي العوم ده. المية كانت بتعمل لك حالة سلطنة. سلطنة. ايامك كنت بتغني؟ يعني كانت لسه في اوائلك. لسه بقول يا هادي. امال امتى فكرت في الجواز؟ من 76. فكرت في الجواز. فكرت في الجواز ليه؟ ايه الحكمة يعني؟ يعني قلت اتلم بقى. وبطل شقاوة وحاجات من دي وربنا يكرمني. ما تقول لي ايش كانت ايه شقواتك يعني؟ بس مروح ال الام. كنت احب اغني في الافراح. خد بالك. كنت تاخد فلوس؟ نعم. كنت بتاخد فلوس؟ انت كان مصروفك قد ايه؟ يعني من البيت يعني كان بيدوا لك مصروف قد ايه؟ ده حاجه بسيطه. بس كنت بتعمل ايه بالمصروف ده؟ كنت بنزل شارع محمد علي. شارع محمد علي. ليه اصحاب هناك. اشوفهم واسلم عليهم وبسط. بس كان الشاي بكام هناك؟ نعم الشاي كان بتعريف. والله. كنت تشرب شاي ولا تشرب قهوه؟ كنت بشرب شاي. كنت بتاخد جوزه يعني؟ شيشه. انت طول عمرك تحب الشيشه؟ بطلتها والسجاير كل حاجه الحمد لله. بطلت السجاير وبطلت كله. الشيشه كله. انت اول ست اتجوزتها في حياتك كانت مين؟ مراتي ام عيالي. مراتك ام عيالك ونيسة احمد عاطف ومن قصر الباسل. من عيلة الباسل فيوم. ايوه يعني عليها بشوات. نعم. وانا غلبان. ايه اللي عجبك فيه لما شفتيه لاول مره؟ والله الحقيقه هو انسان طيب جدا. و انسان حسيت بيه برجوله وما كانش من الشباب ساعتها او الوقت اللي هو كان فيه اللي بيكلمه بس. لا هو فعلا اعجب بيا وفعلا اتقدم وحصل نصيب والحمد لله. هل كان ساعتها مطرب معروف؟ كان مطرب معروف بس ما كانش بعدها. طبعا احنا مشينا مع بعض رحلة كبيرة. بس كان في نجوميته. اوصف لي قهوة الالاتية. الله الله. طب شفت مجرد ان انا بقول لك على مكان بيعمل لك بهجة في دماغك. قهوة الالاتية دي كان بالسلطان اروح اقعد فيها في محمد علي. في ارض الشريف. كلها موسيقيين وفنانين. كنت بسعيد جدا. انت كنت بتغني لمين قبل الشهرة غير عبد الحليم؟ كنت بغني محمد رشدي. هو محمد رشدي كان هو الوحيد اللي يعني يعتبر الغناء الشعبي بتاعه. بالذات كان مشهور طبعا جدا. ابراهيم حموده. مع ابراهيم حموده. امال. يعني من نفس المدرسة؟ اكتر. استاذ ابراهيم حموده. يعني هو اللي اداني احق على الموال. ابراهيم حموده.
وغنى غنى غنى لي بيتي انا صابر 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 على قلبي انا صابر. وكي غنوة تاني عملها لي اكتب لينا يا قاضي كاتبين كتاب الليلة دي بفرحي اكتب لينا يا قاضي كاتبين كتاب الليلة ما دام ابوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لينا يا قاضي اكتب لينا عالسنة وفرح الأحباب ديروا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب اكتب لينا عالسنة وفرح الأحباب ديروا الحبايب جونا يباركوا لحد الباب ما دام أبوها راضي وراضية كل العيلة اكتب لينا يا قاضي. الله. قول لي يا أحمد أنت صابر على الغلب؟ الحمد لله. تعرف الشيخ الشعراوي كنت مرة عملت معاه حديث فقال لي في ختامه دايما تقول الحمد لله. قلت له طب ما احنا كتير بنقول كده. قال لي لا الحمد لله معناها انك تصون النعمة. السلام ونعمة بالله. انت تعتقد ان ربنا بيدي انسان موهبة صوت وانسان تاني لا؟ يعني انت موهوب في الصوت؟ موهوب في الصوت. الحمد لله. يعني هل في حد في عيلتك كان بيغني؟ ابويا الله يرحمه. لا ما انت ما قلتليش. لا معلش نسيت عفوا. سعادتك ما بتقعد مع حد ده الواحد بتكهربه. والله اصبر فيه. ليه؟ لان انت راجل عظيم. لا عفوا لا والله. انا مش بكهرب. انا افتكر ان انا واحنا مع بعض يعني تربطنا صله قديمه يعني وعمر وزمن. بس ساعتك في امريكا انا. ايوه حصل شفتك في امريكا. في نيويورك. ايوه انا محرم في تمام أمريكا. تمام مش ناسي يا انت فهمني ايه كان دور الراجل الفاضل وانا كنت اعرفه شخصيا صاحب كازينو الاريزونا. كان دوره ايه في حياتك؟ الاريزونا امال كان دوره ده اللي سمعك ما ده اللي حبيبي وده اللي عمل لك الشريط بالظبط. عبد الحليم قال له ما تسيبش احمد عدوية عبد الحليم حافظ في الجنينه بتاع الارزونا. قال له ما تسيبوش. والله العظيم. انت كنت بتقرا في شريفه فاضل قبل كده؟ يعني منين؟ من عندها في البيت البيت كذا مره عيد ميلاد. يعني انت عيد الميلاد كان وش السعد عليك بالظبط في حياتك. شريفه فاضل انت كنت حاسس ان شريفه فاضل مطربه لها جمهور كبير؟ طبعا. يعني يكفي انها عملت غنوه للشهيد ابنها الله يرحمه. الست الكل دي تمام. اول اغنيه في الاريزونا غنيتها كانت ايه؟ كله على كله. اذا كله على كله دي كانت من اوائل اغانيك في الاريزونا. سلامتها ام حسن. وسلامتها ام حسن. عاوزك تقول لي انت لما ظهرت لاول مره على المسرح. اصلا انا فاكر جملتك دلوقتي فبضحك حكايه ان انا بكهرب. لا يعني اقدر يعني اوطي شويه الفولت عشان تستريح؟ لا والله ده انت زي العسل. وطول عمرك يعني انسان كريم. الله يخليك. ولك يعني تاريخ. الله يخليك. نخش على كله على كله. كله على كله يعني ايه؟ يعني كله على كله يعني ايه المفهوم لها؟ يعني انا مره لما بسال الاستاذ نجيب محفوظ اقول له استاذ نجيب انت بتشوف ازاي سلامتها ام حسن؟ قال لي ام حسن مصر. ايوه. هل فعلا ام حسن مصر بالنسبه لك؟ مصر. طيب كله على كله يعني ايه؟ فهمني. كله على كله. يعني انسان. يضايقك ان انا اخد يعني قهوه؟ يا استاذ اتفضل. اتفضل. كله على كله يعني كله على كله. انسان ملتم بكل حاجه. هو هي كله على كله
لما تشوفه قول له هو فاكرنا ايه مش مالين عينيه؟ روح قول له حصل ايه، ده احنا بتوع كله. قول له عينك كله لما تشوفه، قول له قول له قول له عينك كله لما تشوفه قول له. هو فاكرنا ايه؟ مش مالين عينيه. هو فاكرنا ايه؟ مش مالين عينيه. روح قول له أحمد ده كان يعتبر في ذلك الوقت هو الغناء الشعبي الصرف، يعني الناس كانت تردد ده في القهاوي مثلا. كانت تقوله في القهاوي كله على كله. سلمت ام حسن ده الدنيا كلها حبة فوق. ايه فكرة حبة فوق وحبة تحت؟ يعني انسان متجوز شابة غلبانة وساكن منطقة بسيطة كويس، فربنا بيكرمه والحبه فوق وحبه تحت. يعني خاطب واحده ساكنه فوق عايزه تعبره يعني. بقول يا الله اللي فوق ما تبصش على تحت، وانا خلاص اللي فوق مش جاري لتحت. حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت، حبه فوق وحبه تحت. البدر ساكن فوق وانا اللي ساكن تحت، بصيت لفوق بشوق من قلبي وانجرح. يا الله يا اللي فوق ما تقولوا على اللي تحت، والله خلاص اللي فوق مش داري باللي تحت. طب حبه فوق وحبه تحت، حبه حبه فوق وحبه تحت. انت بتبقى عارف يعني طبعا الحالة المزاجية للناس السهرانة في الاريزونا، مبسوطين عارف انت طبعا، ومنعنشين ودماغهم عشان كده قالت لهم انا وبحب الناس الراية اللي بتضحك على طول، اما العالم المداية انا لا ماليش في دون، وماليش في الدمع لا لا ولا في الناس الشيالة، كل اللي في قلبه حاجة أول بنويل يقول يا سي مفيد يا فوزي وبحب اللي مخليها على اللي ما يحسبهاش، ده العمر قصير ليه ولا ما نعيشهاش. ده كم شالوا همي وحرق الدم، يا عيني راحوا بلاش، ده هم جيت على ده الحلال يا سلام في التمام رامي عيال. وبحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. وبحب الناس رايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. مين الناس الرايقه يا احمد بالظبط كده؟ الناس رايقه اللي هي مبسوطين في حياتهم، مش فلوس كل حاجه. مبسوطين في حياتهم. حياتهم ملهاش علاقه بالفلوس. لا دي ناس يعني مبسوطه. ممكن الروقان يبقى من غير فلوس في الحياه؟ طبعا ممكن. مش كل حاجه الفلوس. مش كل حاجه الفلوس. طيب خليني افهم منك الناس الرايقه، لان الغنوه دي بالذات
كان ليها صدى كبير في البلد. أيوه. والناس بقت تغنيها لغايه دلوقتي. الناس المتنكده دي او النكد، من اين ياتي النكد في نظر احمد عدويه؟ النكد والله يعني الناس المتضايقه. النكد اولا زوجه جوزها منكد عليها شتا كل ساعات. هو النكد يا احمد لازم يبقى من الزوجات؟ لا كل حاجه زوجات صراحه. طب في اخوات بتنكد على اهلها ما بتعتنيش بيهم. في اخوات بتحب اهلها وتصرعيهم. يعني ازاي الانسان يقاوم النكد؟ ازاي يعني يقول للنكد خليك بعيد على راي عبد الحليم؟ ايوه ازاي؟ يعني ما يحط في باله، ما يتضايقش. انت بتقدر تعمل كده؟ على طول. يعني انت فعلا بتحب الناس الرايقه؟ اصحابك اللي بيسهروا معاك في اخر النهار وفي الليل وبتاع كلهم ناس رايقه؟ طبعا ما بحبش النكد ابدا. مين هم الناس الرايقه؟ الناس اللي ما بتشيلش. اللي ما بتشيلش؟ اللي ما بتشيلش من الناس. الناس اللي سايباها على الله. اللي ما بتحقدش على حد، اللي ما بتغيرش من حد، هي دي الناس الرايقة. مين الناس المتضايقة؟ الناس الشيالة بقى اللي بتشيل. الحقودية اللي بتطعن الناس في ظهرهم. النميمة. مين الناس الرايقة يا وردة؟ الناس اللي بالها رايق يا أمكن. الناس اللي بالها رايق. هي دي الناس الرايقة، اللي بالها رايق وما عندهاش يعني مش شايلة هم، مش شايلة. هي دي الناس الرايقة، وأنا بتمنى إن إحنا كلنا نبقى رايقين الحقيقة. في في ناس مش شايلة هم؟ في ناس مش شايلة هم. فعلاً؟ مين الناس المتضايقة؟ الناس المتضايقة بقى المطحونة في الحياة. أنت يعني تقدر تقول إنك أنت عشت شهرة مبكرة؟ يعني أنت اتشهرت وانت صغير؟ تقدر تقول كده؟ طبعا. ولادك وديتهم مدارس؟ طبعا احسن علم طبعا. يعني وديتهم مدارس الحته مني. الاثنين البنت والولد. خليت ولادك يتعلموا ايه؟ يتعلموا الصدق. وطبعا الامانه. والحريه. كان نفسك ابنك يشتغل ايه؟ نفس المهنه بتاعتك؟ والله محمد عدوية فنان ووارث الجينات بتاعت ابوه. ومحمد عدوية لغايه الان ما طلعش كمان كل اللي عنده. محمد عدوية كل ما هيدي وكل ما الوقت هيجيبه معانا بالزمن هتقول ان احمد عدوية فعلا ساب وراه وريث. اخويا هو مقرر من وهو صغير ان هو يطلع فنان. فهو واخد كاريزمة الفنان بعكسي. يعني اتعرفت على مين انت لما بقيت مشهور من فرسان الطرب؟ والله اتعرفت على الاستاذ عزت العليلي. عزت العليلي؟ مين كمان؟ صديقي. صديق. والاستاذ عادل امام. وعادل امام. حبوك كمطرب؟ طبعا حبوك. كنت بتحضر حفلات مين؟ اعياد ميلاد مين؟ عزت العليلي. عزت العليلي. على طول. وعادل امام. الله يديله الصحه. ومين تاني؟ اول حديث صحفي كان معاك كان مع مين؟ مين عملوا لك اول حديث صحفي؟ كان معاك. لا انا كتبت. كتبت التعليق عليك. ايوه صح. وقلت وجهه نظر وفي حواري مع نجيب محفوظ. ختمت اللقطه بتاعتي مع نجيب محفوظ وانا بعمل برنامج ام كلثوم. وسالته لمن تعطي اذنك يا استاذ نجيب؟ قال لاحمد عدويه. الله. فانا برقت. الله يرحمه. برقت. بس ما كنتش بكهربه. لا لا. وقال لي لانه مغني الحاره. فهنا القيمه يعني. مال. هل شعرت في لحظة إنك محسود؟ والله كتير كتير.
بتشوف ده في عينين الناس؟ اه بس الشيم الحاسة الثلاثة. اه بتشوف ده في عينين المطربين يعني؟ يعني والله ابدا ربنا كلهم بيحبوني. Yeah.